من فترة كده وهم بجد محيريني قوي. ساعات كتير كنت بشوفهم جيل متنعكش كده ومحدش مالي عينه، وساعات تانية كنت بشوف منهم تصرفات بجد بتبهرني. عشان كده كان نفسي قوي أسمعهم، أقرب منهم، أدخل جوه دماغهم. النهاردة أنا هحاول أفهمهم صح، ونحاول كلنا، بس المهم نكون متفقين إن ده مش برنامج. ميران ممدوح. ركزي بقى في الجملة اللي جاية دي. ماشي. صدقي ورطك ولا كدبة تنجيكي؟ لا مش فاهمة. كنت عارفة. مش فاهمة. عارفة انك مش هتفهمي. حصل موقف والمفروض ان يعني هتقولي الحقيقة هتتورطي، بس ممكن تكدبي وتعدي منه، فتختاري ايه؟ هتقولي الصدق ولا هتكدبي؟ هكدب. احترم صراحتك جدا. لو عندك سوبر باور تحبي تكوني ايه؟ انفيزيبيليتي. انا بحب انفيزيبيليتي. طيب لو عندك فرصه تعملي دور شرير في فيلم تختاري دور مين؟ ماليفيسنت. اوكي. اللي في ديزني. بحب ديزني قوي. العبك لعبه بقى. بصي، لو معاكي 4 كوبايات والمفروض هتشربي واحده بس، الاربع كوبايات دول كوبايه فيها الصحه، وكوبايه فيها الفلوس المال، كوبايه فيها الذكاء، كوبايه فيها الحب، اختاري كوبايه واحده بس، تختاري ايه؟ الذكاء. طيب تعرفي حاجه عن الامثال القديمه؟ مش قوي. طيب هقول لك حاجتين كده، ويعني ربنا يكرمك ان شاء الله وتحاولي تعرفي اي حاجه. ماشي. اقول لك مثل وانت كمليه. ماشي. في مثل بيقول اللي تكره وشه يحوجك الزمن. لا مش عارفه ده. الحاجه ام امشي في جنازه ولا امشي في حاجه؟ يا شيخ. حاجه. مش عارفه الحاجه ايه. اوكي مش عارفه برضه. لا. الغايب حجته دي معروفه بقى، يعني اكيد دي انت واصحابك بتقولوها. الغايب حجته معاه. الغايب حجته معاه. ما تعرف اول مره في حياتك تسمعي الحاجات دي. اوكي. أيوه. واخر الحاجه ام طيب ثالث لعبه، قولي لي 3 بلاد بحرف الري. ري. بسرعه بسرعه بسرعه. فكر. لا ما مش عايزاكي تفكري. 3 بلاد بحرف الري. ها. لا ايه مفيش. ثانيه. طيب 3 حيوانات بحرف التي. A few moments later. صعب قوي. ايوه. ها. لا مش عارفه برضو. طب اوكي تتفرجي على التلفزيون يا جنى؟ ايوه. تتفرجي قنوات ايه؟ نتفليكس. لا ده مش تلفزيون حضرتك. ده الموبايل واحنا نايمين في السرير. لا بتتفرجي على التي في قنوات التلفزيون؟ لا مش لا خالص. طيب اوكي علاقتك ايه بالسوشيال ميديا بسرعه بقى؟ انا بحب السوشيال ميديا قوي. طيب كلميني شويه عن السوشيال ميديا بقى. بتضيعي عليها وقت قد ايه في يومك؟ بضيع وقت كتير على السوشيال ميديا. قد ايه تقريبا؟ ممكن يوصل يوم. نص اليوم. نص اليوم. أيوة. على ايه بقى بالظبط؟ تيك توك وسناب شات وانستغرام شويه، بس اي دونت ريلي جو اون انستغرام. ليه؟ بحسه فورمال قوي. في نص اليوم انت بتضيعي نص اليوم. ايوه. حاسه ان انت استفدتي ايه من السوشيال ميديا؟ الصراحه ولا حاجه. يعني يعني سام تايمز بيعمل فاكس عليه، يعني اون تيك توك في فاكس عليه، بس يعني يوجوالي جست فور فان انترتينمنت. يعني تيك توك يو جست سكرول فور اورز، وسناب شات يعني private stories وvlogs وبتتكسي your friends وبتcall your friends بس كده. طيب لما هي private stories. أيوه. يعني ناس معينة بس اللي. أيوه. بتسمحي ان هم يشوفوها. طب ما انت مع الناس دي هم صحابك، ما انت بتنزلي معاهم، ليه تشوفوها على سناب شات؟ يعني الناس مش عارفة صراحة، الناس اللي ما كانوش موجودين يشوفوا. فاهمة؟ يعني كلنا يعني بنشوف كل حاجة وبن توك توجذر. في حاجه تانية كمان انا عايزه اسالك عليها. انا عارفه ان سناب شات انتوا بتعملوا لوكيشن، كل حد يبقى عارف صاحبه فين. ايوه. طب انت مش شايفه ان دي حاجه يعني برايفت شويه، مش لازم كل الناس تبقى عارفه انا فين دلوقتي؟ ايوه الصراحه برايفت قوي، وكمان لايك بيبل ستوك يور لوكيشن. يعني ممكن ان انت يجي لك تليفون من واحده صاحبتك انت مش قادره تردي او تعبانه مثلا او مش عايزه لاي سبب من الاسباب، وهي تبعت لك تقول لك انا شايفه ان انت في الحته الفلانيه. أيوة. انت بتديش عليا ليه؟ ده رعب قوي. فانا انا بفتح اللوكيشن بس ناس معينة، يعني مش لكله.
كل like some people put like everyone under like locations. هو يا جانا لو انت ما عملتيش الحاجات دي تبقي بلدي ينتقدوكي صحابك فلازم تبقي زيهم. لا انا ما كنتش عندي private stories قوي, انا كنت انا لسه بادئه يعني like 2 years ago ممكن. واللوكيشن انا ما فتحتش اللوكيشن من like لحد like ever since like a month ago. I started like putting on my location a month ago. بس I never had my location on for anyone. بس I just had it on يعني for summer and like I'm out يعني فاهمه؟ To show up مش أيوه. أكتر. بس كده. طيب لو معاكي ريموت كنترول أيوه. وفي ثلاث زراير واحد بي up خمس سنين, واحد بي down خمس سنين, واحد freeze, والمفروض تدوسي على زرار واحد بس أيوه. هتدوسي على مين في الثلاثة؟ زي ما تفريز؟ أيوه. ليه؟ عشان دلوقتي حلو, مش عايزه اكبر ولا عايزه اصغر. انا عايزه ولا اكبر ولا اصغر. أيوة سيبوني زي ما انا حالي. مش عايزه اكبر. اوكي انت اتضايقتي مننا في اي حاجه؟ لا احنا كنا مبسوطين معاكي يا جانا. انت كنتي مبسوطه؟ ايوه قوي. اوكي قومي روحي يا جانا. ثانك يو فور هافينج مي.